اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج مؤشر النيل. نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي ارتفعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات الاحد اولى جلسات الاسبوع، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 73% ليغلق عند مستوى 14399 نقطه و7 من 10 من النقطه. صعد ايضا مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبة 52% منهيا التعاملات عند مستوى 542 نقطة و 84% من النقطة. وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 49% منهيا التعاملات عند مستوى 1427 نقطة و 89% من النقطة. امتدت الارتفاعات ايضا الى مؤشر اي جي اكس 30 كابيتال الجديد محدد الاوزان النسبية بنسبة 75% لينهي التعاملات عند مستوى 17687 نقطة و75% من النقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 63 و64%. تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 13 و53%. جاء قطاع موارد أساسية ثالثا بنسبة 99%، بينما حل رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 9.8%. بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 65.27% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 32.6% من التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 2.67% من التعاملات داخل السوق. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 30.35% من إجمالي التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 69.74% من إجمالي التعاملات داخل السوق. أما على الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد صدرها سهم مصر الفنادق بنسبة 9.98%، ثم سهم ليسكو مصر بنسبة 8.83%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.52%. حل رابعا سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.94%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، فقد صدرها سهم العربية ثمار تداول الأوراق المالية بنسبة 7.85%، ثم سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 4.98%، تلاه سهم إديتا للصناعات الغذائية بنسبة 3.49%، حل رابعا سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.87%. هذا وقد زاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات لنقل الملكية. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة يسعدني أن تكون معي الأستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا. أهلا بحضرتك يا فندم. هستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة، ثم نبدأ تحليلا لهذا الأداء، فابقوا معنا. ارتفاعات جماعية سجلتها مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات في مستهل تداولات الأسبوع، مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين العرب. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بنحو 5.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه. المؤسسات وخاصة المؤسسات المصرية كانت قايمة بعمليات الشراء في الفترة اللي فاتت ديت واليومين اللي فاتوا والنهاردة اليوم الثالث على التوالي. أعتقد إن هم ما بيشتروش غير لما بيبقى في أرقام محددة، هم شايفين إن الأسعار وصلت لأسعار متدنية جدا بالنسبة لمعظم الأسهم في جميع القطاعات، فكان دي فرصة شراء مناسبة بالنسبة ليهم.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي جي 30 بنسبة 73% ليغلق عند مستوى 14399.70 نقاط. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 52%، امتدت الارتفاعات أيضا إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنحو 49%. المؤشر طالع النهاردة، فشايفين أن أغلب القطاعات بتعتبر جيدة جدا، خاصة قطاع البنوك، بعض الأسهم في قطاع الأدوية، وبعض الأسهم في قطاع العقارات. طبعا احنا في الفترة اللي جاية بنتوقع اذا قدرنا نثبت في نفس النقاط اللي احنا فيها، فاحنا ان شاء الله رايحين لل 14500 ومنها 14800. اما اذا ما قدرناش فاحنا نقطة الدعم الخاصة بنا دلوقتي هي 14200 ومنها 14. وفي ختام التعاملات ارتفعت اسعار اسهم 89 شركة، بينما تراجعت اسعار اسهم 33 شركة، وحافظت 38 شركة على اسعار اغلاقاتها السابقة. البورصة المصرية ترتفع في بداية تعاملات الاسبوع بدعم من عمليات شراء من جانب المستثمرين العرب والاجانب. اسماء حسن، امين. مشاهدينا، بعد ان تابعنا التقرير حول اداء البورصه، نبدا تحليلا لهذا الاداء مع ضيفتي في الاستوديو الاستاذه رانيا يعقوب. استاذه رانيا، اليوم 14000 نقطه تقريبا، نقترب مره اخرى من المقاومه السابقه اللي كنا تجاوزناها 15000 نقطه للمؤشر الرئيسي. هل معنى ذلك اننا سنصطدم بهذه المقاومه مره اخرى ام ربما نتجاوزها ويبدا عمليه الصعود؟ طيب، اولا خلينا نقول ان المؤشر النهارده اغلق بالقرب من مستويات ال 14400، يمكن تجاوزناها في منتصف الجلسه ورجعنا اغلقنا ما دونها بحاجه بسيطه جدا. عندنا المقاومه الاهم هي مناطق ال 14500، ده يعتبر منطقة مقاومة هامة بالنسبة للمؤشر الرئيسي، وخليني أكد المؤشر الرئيسي، لأن أغلب السيولة اللي احنا شفناها على مدار الجلسات الماضية يمكن بيستحوذ على النصيب الأسد فيها الأسهم القيادية زي سهم السي اي بي، اي اف جي هيرماس، بعض الأسهم العقارية اللي صعدت بدافع خلينا نقول من نوع من التفاؤل من جانب بعض المستثمرين، عودة لمؤشرات السيولة، ولكن مش العودة للمؤشرات اللي احنا كنا بننتظرها اللي هي المؤشرات المليارية. خلينا نقول النهاردة بعد ما نشيل حجم تنفيذ السندات في السوق هلاقي السوق منافس بحوالي 510 مليون جنيه، فطبعا دي مؤشرات سيولة ما زالت تعتبر ضعيفة ودون المتوسطة. ففكرة صعود المؤشر بأحجام تداول ضعيفة دي بتخلينا نقول ان لسه المؤشر لم يؤكد صعوده، ولسه شهية المتعاملين بتتحرك بحذر نتيجة ان مفيش محفزات جديدة. تمام. طيب، في ملاحظ سلوك متبع من فترة طويلة، طبعا اتكلمنا عنه في اكتر من مناسبة، المؤسسات اللي هي من المفروض انها بتتخذ سلوكيات الاستثمار اصبحت تتخذ منهج جني ارباح. هل هذا السلوك المؤسسي فرض على السوق وعلى الأفراد أسلوب جني الأرباح مما قد يعيق حركة ارتفاع المؤشر وارتداداته القوية اللي كنا بنشهدها قبل كده أم ماذا؟ طيب، احنا دايما يمكن كنا دايما بنتساءل ليه المؤسسات بتبيع في الاوقات اللي بيبقى فيها اخبار جيده. تمام. هو الطبيعي ان المؤسسات تبيع لما يبقى فيه اتجاه عام عالمي ان الناس تبتعد عن اسواق الاسهم، وده الاتجاه اللي موجود حاليا. ولكن قبل كده كان مش طبيعي ان اغلب بيانات الاقتصاد الكلي ايجابيه، كان في شهادات ثقه من اغلب المؤسسات الدوليه بشان الاقتصاد المصري، للاسف لم يدعمها تعاملات المؤسسات المصريه في السوق المصري وتعاملات مدير الاستثمار في السوق المصري. تمام. حاليا من المبرر الى حد كبير نشوف مبيعات للمؤسسات مع صعود السوق، رغم الاسعار المغريه والاستثماريه. بالظبط. خليني اقول لحضرتك ليه، لان على مستوى العالم دلوقتي في مخاوف عالميه بشان اسواق الاسهم، مش بس في السوق المصري ولكن على مستوى العالم، رغم ان السوق المصري، وده اكيد سؤال حضرتك وزي كتير من المستثمرين بيسالوه، السوق لم يصعد مع صعود الاسواق الامريكيه. صحيح، العالميه كلها وتحديدا الامريكيه دي 26000 نقطه، واحنا كنا بنصحح معنا كده. جبت حضرتك السؤال، هو لما هيصحح تاني بقوه هل هنقوم بالتصحيح معاه واحنا بننتظر ارتداده؟ بالطبع. خليني اتفق مع حضرتك ان احنا لو الاسواق العالميه ابتدت تصحح وارد جدا ان السوق المصري يبتدي يصحح معاها، وخليني اقول لحضرتك ليه، لان عندنا تعاملات المؤسسات والاجانب هتميل الى البيع على مستوى العالم. لما نشوف دلوقتي اغلب التقارير اللي صادره من مؤسسات دوليه، وهنشوف اغلب الارقام اللي صادره من اغلب المؤسسات، بتقول ان في حجم اموال بتخرج من اسواق الاسهم وبتروح للملاذات الامنه، وده لاحظنا ارتفاع اسعار الذهب خلال الشهر الماضي والعملات والمعادن الثمينه على مدار الفتره الماضيه. ايضا لاحظنا
ان في المنحنى العائد بين السندات والاذون في امريكا ابتدى هذا المنحنى ينقلب لاول مره او ينعكس لاول مره منذ سنوات، وده معناه ان في تخوف من جانب المستثمرين ان هم بيطلبوا عوائد اعلى على الاستثمارات قصيره الاجل اكثر من الاستثمارات طويله الاجل. وده يمكن برضو كان في احدى الدول الاوروبيه اللي هي بريطانيا اللي بتعاني من مشاكل بشان خصوص البريكزيت. فخليني اقول لحضرتك بصوره عامه على مستوى العالم اغلب الصناديق ابتدت تتجه الى الملاذات الامنه وتبتعد عن اسواق الاسهم. طب ده هيحصل بقى او هيستمر الى متى مع عوده شهادات استرداد قيمه شهادات قناه السويس مع وجود او بدايه تفعيل عمليه الشورت سيلينج مع طرح او عوده اموال جلوبال اللي قلنا مش هيكون لها تاثير الا انها قد تحدث نسبه تاثيريه الى حد ما، مع ايضا بدايات زي ما بنقول النتائج الفصليه لبعض الشركات. كل هذا الزخم ده بالنسبة للبورصة المصرية، لكن عالميا في تخوفات من الحرب التجارية، عالميا خروج بريكزيت، عالميا أيضا مسألة سعر الفائدة، ولسه هنرجع نتكلم على سعر الفائدة خصوصا عندنا يعني. فهيحصل إيه موقفنا من هذا الاضطراب؟ طيب إحنا عندنا مشاكل للأسف. إحنا كان عندنا الاقتصاد الكلي بيتم الإعلان عن مجموعة من الأرقام كلها أرقام إيجابية جدا بشأن الاقتصاد الكلي، شهادات ثقة من المؤسسات العالمية، يمكن أهمها آخر شريحة اللي تم صرفها من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة لمسيرة الاقتصاد المصري والإصلاحات المصرية واللي جاءت إيجابية في صالح الاقتصاد المصري، وتم صرف الشريحة الأخيرة، ويمكن لسه في تعاون ما بين مصر وما بين الصندوق بشأن مجموعة من الخطط الإصلاحية. مش شرط ان احنا هنستدين تاني من الصندوق كما تم الإعلان، ولكن بصورة عامة ده بيؤكد ان احنا بنسير بخطى جيدة. ده على المستوى الداخلي هنا بالظبط. وكمان اللي بيعزز الكلام ده انخفاض معدلات التضخم على عكس المتوقع ان احنا كنا منتظرين بعد رفع الشريحه الاخيره من دعم المنتجات البتروليه والطاقه ان احنا نشوف ارتفاع لمعدلات التضخم، ولكن ما تم الاعلان عنه مؤخرا ان احنا كمان كسرنا هذه المعدلات ونزلنا لارقام قياسيه وهو 7.8 تقريبا، وده بيعزز من اتجاه البنك المركزي لخفض الفائده خلال اجتماعه القادم. ولكن خلينا نقول لحضرتك البورصه المصريه كنا بننادي بدالنا يمكن حوالي اكتر من سنه ان احنا عندنا مشاكل تخص البورصه المصريه. ليه البورصه المصريه مش بتعكس كل الاخبار الايجابيه وكل النتائج الايجابيه اللي بنتكلم عنها دي؟ لان للاسف البورصه المصريه محتاجه محفزات خاصه بيها. محفزات البورصه المصريه بسيطه جدا، اتكلمنا عنها كتير، زي قلنا ان احنا نشجع الشركات على الطرح في البورصه، ويمكن ادينا شفنا في اخر اكتتاب. لسه كنت هتكلم مع حضرتك على مساله الطروحات، بس قبل ما اسيب النقطه دي، هل كل هذه المحفزات اذا ما تمت يعني اذا تم تخفيض؟ لا دي خليني اقول حاجه، دي كلها محفزات خارجيه. انا عايزه محفزات خاصه بالبورصه، زي ان انا اخفض تكلفه المعاملات، ادي للشركات حوافز للطرح في البورصه زي تخفيضات ضريبيه لمده مثلا 5 سنين بحوالي 50%، وخليني احدد ان انا بكتسب رؤوس اموال كبيره، شركات ذات رؤوس الاموال الكبيره، واحط مثلا رقم معين لو هذه الشركات طرحت في البورصه، يبقى في حمله ترويجيه يقوم بها المسؤولين عن البورصه، يبقى في برامج او حمله بقت تتبناها الدوله، زي مثلا ما الدوله كلها بجميع اجهزتها تبنت حمله لعلاج فيروس سي، برضو علاج الاقتصاد المصري محتاج حمله تتبناها الدوله ويتبناها الاعلام من اجل التوعيه بماهيه البورصه، فبالتالي نقدر ان احنا نشجع اقتصادنا وندخل تمويل لاقتصادنا ونساعد الشركات، وبالتالي نشوف البورصه بتصعد، في ساعتها البورصه هتستجيب لاي محفز موجود. هل هذه المحفزات اذا ما تمت او الظروف اللي هتتم في الفتره القريبه، السيناريوهات الكتيره المتوقعه، تراجع الفائده زائد زي ما قلنا عائد شهادات قناه السويس الى جانب الطروحات الى جانب جلوبال وما الى ذلك، هل هذه الامور قد تفصل او من الممكن انها تفصل اداء البورصه عن الاداء العالمي اذا ما تراجعت البورصات العالميه؟ طيب هي مش هتفصلها على المدى المتوسط او على المدى الطويل، على المدى القصير ممكن نلاقي بعض الاسهم هتستجيب او بعض الشركات هتستجيب بصوره ايجابيه، لان هنلاقي ان لما المدير المحافظ والمستثمرين يعاودوا حساباتهم هيلاقوا ان هذه الاصول اصبحت رخيصه جدا وبقى في سيوله في ايديهم، فبالتالي من الطبيعي ان هم يقتنصوا الفرص ويحققوا عوائد. فخليني اقول لك على المدى القصير ممكن نشوف بعض الاسهم وبعض المؤشرات بتنفصل عن الاداء العالمي، لو الاداء العالمي دخل في عمليه تصحيح ممكن نشوف بعض الاسهم والقطاعات في مصر بتتحرك بصوره مختلفه. ولكن فيما يخص المؤثر الاساسي بالنسبه للاقتصاد المصري وهو خفض سعر الفائده. تمام. طيب احنا في ظروف او في
اجتماع الخميس الجاي اجتماع لجنه السياسات عن تخفيض سعر الفائده، اغلب السيناريوهات بتوقع عمليه التخفيض. اذا ما تم هذا التخفيض فعليا مع وجود تشبع بيعي لمعظم الاسهم، هل هذا الامر قد يكون بدايه خطوه دافعه لارتداده طبيعيه ام ارتداده ايضا نقدر نقول ضبابيه محفوفه بجني ارباح يمكن تحدث تراجع اكثر؟ طيب، ما حدش هيقدر يقول مدى او حجم الارتداده الا القوى الشرائيه اللي هتدخل السوق والسيوله اللي هتدخل السوق. تمام. السيوله هي الوقود الحقيقي لصعود السوق المصري واللي منتظر محفزات ايجابيه. اهم محفز بينتظره هو خفض اسعار الفائده، وخليني اقول لك ان انا بتوقع خفض كبير، ودي اكبر فرصه للبنك المركزي عشان نبتدي نشوف خفض كبير، خاصه مع وجود فارق كبير ما بين الفائده على الايداع والفائده على الاقراض، فبالتالي وايضا انخفاض معدلات التضخم ما دون 8%، مع بدايه اتخاذ اجراءات لتخفيض الدين الداخلي اللي اعلنت عنه وزاره الماليه. بالظبط، وخليني اقول لحضرتك ان كل 1% خفض في الفائده هيخفض لك 40 مليار جنيه في عجز الموازنه، فكل ده هيخفض بصوره كبيره من اعباء كثيره. بالنسبه للتخوفات لكثير من المستثمرين او لبعض المحللين بيقولوا ان ده هيقلق الاجانب وهيخرجهم من اذون الخزانه، احنا محتاجين ان الاموال تبتدي تدخل الاقتصاد وتبتدي تستثمر وتبتدي تجد فرص عمل وتوفر فرص عمل للشباب. هو ده الاقتصاد الحقيقي، الاستثمار المباشر. قد نعاني على المدى القصير على الأذون وعلى الاستثمارات في الأذون، ولكن الأمر ده مش هيسبب لنا مشكلة كبيرة، لأن في آخر السنة الماضية يمكن لاحظنا حصل تخرجات كبيرة، وفي نفس الوقت ده ما أصابش الاحتياطي النقدي بنوع من القلق والتخوفات. بالعكس هو بيتزايد، يعني رغم سداد الحصص. يعني أنا بقول لو حصل خفض كبير، وده اللي احنا بننتظره حتى نهاية هذا العام، إن احنا بنتمنى إن البنك المركزي يبتدي بقى يتبنى سياسه فيها توسع في عمليه الخفض، يعني مثلا نصل ل 4%. يعني انا بتوقع الاجتماع القادم ان احنا نخفض من 1 لـ 1.5، واتمنى ان البنك يفاجئ الجميع، لان الامر ده اصبح امر هام جدا للاقتصاد المصري ولتشجيع الاستثمار وحاله الركود الموجوده في الاسواق. حصل تثبيت هيكون طبعا ليه تأثير سلبي وغير مفهوم وغير مقنع لأي حد، خاصة في ظل أن أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم اتجهت إلى خفض الفائدة، سواء في جنوب شرق آسيا أو في أو الفيدرالي الأمريكي اللي خفض ربع في المية تقريبا، ومن المتوقع أن هو يستمر في سياسة الخفض حتى نهاية هذا العام. فلو حصل تثبيت ده هيبقى أمر غير مفهوم بالنسبة لأي حد. طيب، نرجع للقطاعات. في قطاعات لازم تتحرك تحت أي ظرف من الظروف، خصوصا أن أسهمها أحدثت بالفعل التشبع البيعي اللي احنا قلنا عليه. ما مصير هذه الأسهم إذا ما لم تدخل لها سيولة؟ هل تظل إلى المستويات اللي وصلت عليها أو ربما تتدنى أم ماذا؟ زي ما اتفقنا ان الوقود او المحرك الاساسي للسوق المصري هو السيوله. اذا لم تدخل سيوله للسوق المصري، فبالتالي رغم ان الاسعار جاذبه جدا، ولكن هنشوف اسعار اقل منها، لان الاتجاه الهابط لا يحترم الدعوم، بالعكس احنا بنكسر دعوم. الاتجاه الصاعد لا يحترم المقاومات، بالعكس احنا بنكسر مقاومات. فهنا القوه الحاليه الموجوده في السوق هي للبائع. حتى الان ما شفناش ان البائع خف ايده، بالعكس احنا شفنا في السيوله لغايه دلوقتي مش هي المستويات اللي احنا بننتظرها. فعشان كده بنقول ان صعود السوق لمستويات ال 14500 ده مش معناه انتهاء التصحيح، لان ما زالت احجام التداول ضعيفه. طيب، سريعا، الشورت سيلينج ده تاثيره هيكون ازاي اول ما يبدا يتطبق، خصوصا ان بدا عمليه البحث للتداول الالكتروني ومدى الكفاءات الالكترونيه داخل المؤسسات الوسيطه؟ لا، هي الفكره العامه، خليني اقول لحضرتك بس الاول اهم حاجه نعرفها عن الشورت سيلينج. الشورت سيلينج هي دي احدى ادوات التحوط او الهيدجنج من هبوط السوق. يعني لما السوق بيهبط احنا ما عندناش اليه نقدر نتعامل بها مع هبوط السوق، فهنا توفير مثل هذه الاليه ان انا اقدر ابيع، يعني ان انا بعمل تريد عكسيه، انا بضارب على هبوط السوق واقدر ان انا اقفل البوزيشن بتاعي. فوانا بقفل البوزيشن بتاعي بخلق قوة شرائيه، فبالتالي بقدر اوقف الهبوط على عكس ما الناس بتتخوف. يعني يعمل حاله اتزان نسبيا. بالظبط، ان الشورت سيلينج ده هيؤدي الى زياده وتيره هبوط السوق، بالعكس تماما. والشورت سيلينج هي اليه هام جدا ان الساده المستثمرين يفهموها ويفهموا المخاطر بتاعتها، لان احنا مقبلين على تنفيذها قبل الربع الاخير من هذا العام. مقبلين على تنفيذها، اسعار الاسهم تشبع بيعي في ادنى مستوياتها مع توقعات غالبيه بتخفيض الفائده. كيف ستكون مسارات المؤشرات في
الفترة المتبقية من هذا الأسبوع لحين قرار البنك المركزي؟ أنا شايفة أن احنا هنتحرك ما بين مستويات الـ 14,300-14,200 لمستويات الـ 14,550 أو 14,600 بالنسبة للمؤشر الرئيسي. وما زلت بقول أن أغلب السيولة اللي صعد بها السوق يمكن اتجهت بصورة أكبر للأسهم القيادية. وخليني أنصح السادة المستثمرين التعامل مع مؤشرات السيولة، مش معنى أن احنا بنقول أن السوق هيدخل له سيولة أن أنا أتوقع أن السهم اللي معايا هيدخل له سيولة. بالعكس، أنا لازم أبتدي أتبع مسارات السيولة وأشوف أحجام التداول بتزيد في أنهي أسهم. يعني الشراء انتقائي مستمر برضو إلى حين. بالضبط. تمام. أستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال، بشكر حضرتك شكر جزيل، شرفتينا، ونتمنى إن شاء الله عودة البورصة إلى أرقامها القياسية مرة أخرى. بإذن الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج مؤشر النيل، نشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.